يجي هاد وهبي كل مره كيفاه اليوم وقتاش اللي يتعب يهرب واللي يحب يشد مش مواظبين مش كل يوم اللي ما عندوش اوبجيكتيف اللي يحبه وكوي واحد يلقى ريتم قوي عليه يرخ شوي. انت احكي عليك محمد ما شاء الله فيزيكمو لازم معناتها لازمنا نقعد نترانيو لازم نحاول نعطي الاكثر من الليميت بتاعي باش خاطر حتى واحد ما يعرف الليميت بتاعه الا ما توصل له. لازم ديما في شاك انترينمون لازم تدز باش تعرف وين تنجم توصل. باهي خلينا نحكيو شويه على الكره محمد. احكي لنا انت من عام 92 هكا ولا احكي لنا شويه كيفاش بديت الكره من الاول بالكل مع 10 سنين 11 عام هكا بديت كما الناس كلنا تصورها. عمري بتاع وانا معناتها بديت الكره ولا قديش في الكره عندي قديش بديت من وقتاش بديت؟ بديت صغير برشا بديت يمكن من الخمس سنين وقت دخلت نقرا سنين الاولى اي أيوة وقت صغير. بديت في لينيبس وانا لينيبس ما بديتهاش وقتك بروفيسيونيل معناتها بديت كانت وقت لينيبس تابع ليسبيرونس مي انا لاباز ما مشيتش باش نلعب ليسبيرونس مشيت وقت اصحابي كيف في الحومة ما عادش يلعبوا معايا في الحومة ولا والديهم هزوهم لينيبس هذا مشيت للبابا الله يرحمه قلت له اسمعني وليت وحدي نلعب وكل نحب نمشي كذا مشيت هكاك بالزهر لترينيت عام بعد وقت اختارتني الاسبيرونس في البوسان. بابا ما وافقش على خاطر وقت قرايتي وكل كذا حابني نقعد على قرايتي بطلت عام عاود رجعت لينيبس نلعب مع اصحابي وعاود اختاروني بعد قال لي كاو كاتبه فازي برمشي وكاو من وقتها بديت مع الاسبيرونس. قد عملت 8 سنين فورماسيون كيك 8 7 سنين 8 سنين في الاسبيرونس 8 7 سنين حتى 16 عام كيك ولا قال شويه 16 برشا ما يعرفوش لعب في الاسبيرونس اللي بريس كل يعرفوا اللي انا لعب في الاسبيرونس بون يمكن رسمي خاطر اللي معروف عليك تلعب في الكلوب معروف في الاسبيرونس مين وقت من 16 و 18 مشيت وقت الخطر كيفاش تعديو خلينا نحكيو في الاسبيرونس شويه كيفاش تعديو قلت لي 8 سنين هذوما الحقيقة تعلمت برشا كان فما تعديت على دي ديريكتور سبورتيف اسامي كبار معناتها كيف مختار تليلي كيف جيرار بون نسيت اسمه بيشير ظهر لي لحنا نلف وقتها نسيت لقبه بالضبط تعلمنا منه برشا ذاك كيف معناتها تعدينا على عربي زواوي سي عربي زواوي كيف معناتها تعديت على دي ديريكتور تكنيك اسامي كبار في تونس تعلمت برشا لي زابيسي بتاع الكره نجم تقول حليت عينيا كالفورماسيون على خاطر مش كيف الكره بتاع الحومه مش كيف كتبدا فورمي وكله كذا يفرق تعلمت برشا من الاسبيرونس وكا فهمت وبعد بديت حياتي. شكون معك كان في الجينيراسيون ملاعبي؟ شنو هي في الاسبيرونس ولا في الاسبيرونس ولا الكل اللي في الاسبيرونس؟ في الاسبيرونس كانت عندنا جينيراسيون قويه برشا مالوزمون صحيح ما وصلوش منها برشا كل واحد وظروفه ما كانت عندنا ملعبيه برشا كان عندنا صفوان بن سالم طلع بيريود في الاسبيرونس وبعد وقف شكون عندنا وسام رزقي كانت عندنا برشا زيتون كان اتاكون كبير قصير مي على غرب كيف كيف اسمر شويه اسمر شويه غادي نعرفه مادي زيتون يا حسره كان عندنا عاطف بيبو معايا كان عنا واحد نايت ولو توتي كانوا ملاعبي برشا كانوا يتصوروا كل باش يوصل بعد فضل القراية على ما وصل سينيور كان انت معناها صافوين لعب شوية سينيور صافوين لعب من جينيراسيون بتاع الاسبيرونس اي جينيراسيون بتاع الاسبيرونس كان صافوين لعب كان صافوين نتصور لعب بون ما نجمش نحكم بالكدي على خاطر انا في 18 سنة خرجت فهمت. تونس وقتها ما عادش نتبع فيها جملة معناتها نتذكر وقتها صافوين على خاطر قراب انا وياك اصحاب نشوفوا معناتها كي يطلع والكل وكذا اما ما كنتش نتبع الشامبيونات بتاع تونس معناتها ما نعرفش شكون طلع وشكون ما طلعش خاطر فما شكون طلع بيريود ووقف وفما شكون كمل نسيت الحقيقه. علاش ما كملتش في الاسبيرونس؟ كيفاش تعديت 8 سنين ساعه؟ انا قلت لك تعديت فورماسيون نشوفها ناجحه معناها وبعدها كهو لازم في العمر هذاك 16 سنه والكل لازم تبدا تخمم في البرو اللي كانت الاسبيرونس معناتها تشري في الجوارات وكله كذا وكاو معناتها كل واحد لازم يخمم في مستقبله بعد. وصلت حتى لوين جونيور كادي شنو كادي كادي وقت كادي وبعد مشيت من كادي بديت تخمم في سينيور معناها لازم 16 سنه لازم تبدا تخمم في سينيور خاطرك تشوف مالوغوزمون احنا في تونس عندنا الطفل الصغير كي يبدا كارير ويقول لك تو الطفل الصغير بدا كارير ويبدا عمره 25 سنه 24 سنه اللي هو شوف امبابي 18 سنه هيس كوب دي موند والكل
معناتها الديفيرونس اللي ما بين تونس المونتاليتي نقول ما بين تونس والبرة في الهونيفو اللي هما يمنوا بالصغير معناتها يعطيوا لازم بتبيع يكون عنده ما يقول في روح ما يعطيوا شانس هوني كيف ما قلت مش نفس المونتاليتي وكا معناها شفت روحك صعيب باش تكون موجود في السينيور وانت في الاسبيرونس خاطر السياسة متاع عندي دابات الأكثرية ماشية السياسة وزيد وقت جوارت الاسبيرونس كانت وقتها زاد قوية كانت وقتها نيرام ومعناتها برشا سمي وقتها كانوا كبار في البوست نتاعك شكون فيها وقتها؟ مولي قربي راقد ذري ولا بعد؟ لا بعد القربي جاي يمكن نسيت والله نسيت الحقيقة فهمت باهي خرجت من الاسبيرونس اش عملت؟ مشيت للكلوب ديريكت للكلوب وقتها انت حبيت تمشي للكلوب ولا كيفاش صارت بالضبط الحكايه هما كلموك ولا كيفاش وقت واحد صاحب بابا لا يرحمه وقت قال لي امشي احكي مع بابا كل شيء متحكم فيه بابا وقت هو انا قلت لك انا جوست نلعب الكره وقت قال لي نمشيو هزوا للكلوب بون كانت صعيب من اسبيرونس للكلوب باش تمشي وقت فضل شويه تدخلات من الناس نعرفش كان يحبوا نذكر اساميهم ولا ما دي بريفيرونس زي كانوا قراب من الاسبيرونس المسؤولين الاسبيرونس باش نجمت نمشي للكلوب خير والاسبيرونس معناتها الاسبيرونس ما قلقوكش في موضوع الاوراق اي نخط لك بفضل تدخلات من الناس نشكرهم نعرفش اذا معناتها يحبوا يتجبد اسمهم ولا ما يتجبدش على خاطر يمكن قراب الاسبيرونس برشا وكذا وكذا زيد ما نجبدش اسمي وكاو ما بفضل التدخلات ونشكرهم وكان باش كل شيء بالكتبه هو كل شيء بالكتبه معنا وصلنا لوقت الاخبار محمد بعد باش نجيو نحكيوا على التجربه نتاعك في الكلوب ونواصلوا حتى لليوم ان شاء الله نمشيو الاخبار مع اسماء مد بعد مواصلين في زون ميكس حتى 5 متاع شي اكسبريس اف ام بشراكه مع ام اس بي ميديتيرانيان